السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل النهارده سمك وشريمب او جمبري. الجمبري بيبقى فيه الحته دي، الحته السوداء دي انا سبتها عشان اوريها لكم، اهي شيليها كده اهو، وبعدين تغسليها وتحطيها في الطبق. اصلا بنجيبه بيبقى فيه القشر كده، تقشريه من القشر بتاعه كده اهو، وتشيلي الحته السوداء دي لو كانت موجوده، مش موجوده خلاص غسلناهم وجبناهم اهو. دلوقتي بقى هنعمل الدقه او التتبيله بتاعت السمك. ثوم بالجنزبيل المعجون اللي احنا عاملينه سوا، كركم، بابريكا، كزبرة ناشفة، كاري، كمون، و توم باودر. التوم الباودر بيبقى فيه ملح، عشان كده انا مش هحط له ملح، واصلا المعجون التوم بالجنزبيل فيه ملح من الاول. وشطه مش هنحط كتير عشان لو في اطفال، خل، عصير ليمون، ونقلبه كده. وبعدين هنجيب علبة علشان خاطر هنحطه في الفريزر. تحطيه في الفريزر من دلوقتي لحد الفطار، او من الصبح لاخر النهار، او من النهاردة لبكرة، اي حاجة. ده سمك تلابيا اللي هو السمك البلطي فيليه. تدعكيه كله كده، وبعدين تحطيه في علبة او تحطيه في حاجة وتغطيه عشان الريحة، وتسيبيه في الفريزر ساعتين تلاتة، اي من النهاردة لبكرة، اي حاجة زي ما انت عاوزة، او لو الوقت عندك. لو الوقت مفيش وقت بقى هي نص ساعة واكتر. هنحط اهو السمك اهو بعد ما تبلناه، هنحطه في الفريزر. انا عندي دلوقتي الساعة 4:15، هحطه لحد الساعة تيجي 7، يعني 3 ساعات. والشريمب اهو، مش الشريمب مش بحطه في الفريزر، الشريمب بحطه في التلاجة عادي، بس هغطيه واحطه في التلاجة. وان شاء الله نتقابل على الساعة 7 ان شاء الله. هنعمل صينية سمك، مش الصينيه اللي احنا متعودين عليها ونعملها في مصر اللي هي بالبصل والقوطه، لا. ده انا حطيت حته زبده، وحطيت ثوم اللي هو اللي احنا عاملينه سوا، الجنزبيل بالثوم المعجون، وحبه كزبره ناشفه، بس نحمرهم زي طشه الملوخيه. بحته زبده عشان نعمل صينية سمك. وعليها حبة كزبرة ناشفة. انا مش هنحمرها قوي، هي كده بقت حلوة. هنحط عليها السمك كده اهو، السمك بعد ما طلعناه من الفريزر.
نجهز بقى الثوم نقشره ايه. بعد كده هنحط لها عصير ليمون، عشان عصير الليمون بيبقى كتير في الصينية دي، بس هتغلي غلوة ونحطها في الفرن شوية تكمل بقية سواها، أو اللي مش عاوز يحطها في الفرن يسويها على البوتاجاز عادي، بس أنا هكمل بقيتها في الفرن بس لما تغلي. وادي السمك اهو، لما السمك اهو لما طلعناه من الفريزر مش متلج ولا اي حاجه، هنحطه في الفرن 10 دقايق. السمك اهو اللي هنحمره تبلناه في الدقيق وهنحطه في الزيت اول الزيت ما يقدح. بس ما نحطش فيه ولا شوكه ولا معلقه ولا اي حاجه الا لما يحمر بعد ما يحمر بنقلبه على ناحيه الثانيه. السمك اهو بعد ما طلع من الفرن دلوقتي هنعمل الشريل، حطينا حتة زبدة ومعلقة ثوم بالجنزبيل، هنشوحهم برضو أو هنحمرها. هو السمك بيحب الثوم والليمون. بنشوح الثوم وهنحط عليه الشريمب. ادي الشريمب اهو، نقلبها كده دقيقة لحد ما تلاقي لونه اتغير، وبعد كده ننزل عليه بالليمون. الريحة طالعة ايه، ماشي ان شاء الله. اول لونه ما اتغير هنروح حاطين عليه بقى عصير الليمون. اللون بتاعه اتغير اهو، هندلق بقى هننزل عليه بعصير الليمون، نملي الطبق بحاله عشان الاكله دي بتحب الليمون. بعد استوى اهو، بص لونه بيبقى عامل ازاي اهو، وكل اللي فيه دوت ليمون مش ميه عشان بتحطيه على بتحطوه على الرز. ادي السمك بعد ما خلصناه ادي السمك اللي وانا حمرته اتطفى التليفون وانا بحمره عشان كده ما بانش. وادي الصينيه، ادي الصينية اللي عملناها بالثوم والليمون والصوص اللي فيها ده تحطيه على الرز. وادي الشريمب او الجمبري نفس طريقة السمك. وادي ده راتش او فجل احمر، رز ابيض، ليمون، سلطة عادية، ادي الشربات، بابا غنوج، ان شاء الله يعجبكم وجربوه وهيعجبكم ان شاء الله. انا متأكدة ان طريقة السمك والجمبري دي جديدة بتتقدم في احسن مطاعم سي فود. اتفضلوا معانا
وان شاء الله يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.